السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا سيدي؟ الحمد لله طيب من فضل الله خير. حياك الله، حياك، جزاكم الله خير، نسألك الدعاء بالشفاء، جزاكم الله خير. الله يعافيك ويعافي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب، عافينا. اللهم امين، الله يكرمك. بقول لحضرتك انا عندي حمام مربيه، فبيجي لي عليه حمام ما اعرفش بتعمل ايه. هذه مشكلة، هذه مشكلة اللي بربى حمام، سرقهم، يسرقون حمام الناس. والله ما بسرق حاجة. أنت لا تسرق عمدا رغم أنفك، أنت ترسل حمامتك الحلوة تجيب لها ثلاثة. مش أنت عندك حمام؟ والله ما برسل، اللي هو عندي أنا، هو مش عندي. أنا بسأل يعني سؤال، يعني أنا أسأل سؤال، عندك حمام ولا ما عندكش؟ عندي. في إناث وذكور؟ في إناث وذكور. أي الأنثى عندك تذهب تلوف على ذكر وتجيبها البيت، يمكث الذكر عندك يأكل شارب وبعدين ينسى أهله، والذكر كذلك عندك يلف على حمامتين يجيبهم. ماذا المشكلة؟ تستطيع تعلم حمامك؟ علم معلم وغير. خلاص علم حمامك وغير حمامك ما تعملوش. سؤالك عن ايه؟ لان الله يستر عليك. اللي بيجي عندي ده بياكل وانا بنفق عليه. ما انا عايز، انت عايز تاخد الحمام اللي جاي هذا، ده من الاسئله. انا مش عايز اخده والله، ده انا بقى. طيب ما السؤال؟ ما انت بتسال عشان تسال هل اخذه او لا اخذه، مش كده السؤال؟ الله ينعم عليك. انا مربي بقالي سنتين دلوقتي، بيجي لي حمام بقالي سنتين، لا ببيع منه ولا بذبح ولا باكل. خلاص جزاك الله خير. وقال الرسول عليه السلام: ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه طير او انسان او بهيمه الا كان له به صدقه. نعم. الله يكرمك. يعني انا كده ما اجيش عنده ولا عند خلفته؟ مش عارف، انا ممكن بقى، ممكن يعني تيجي فتوى متوسطه يقول لك الخلفة لأنها أكل وشرب عندك، خذ الخلفة مقابلها. يعني آخذ الخلفة مقابلها أو كاجتهاد، كاجتهاد والله أعلم. اجتهاد يا سيدنا؟ اجتهاد. أي ما فيش نصوص في المسألة. طيب لو أنا مثلا خليت هو بيطلع ذكرين، يعني ذكر وأنثى مثلا أو ذكرين، آخذ واحد ليا والثاني أتصدق به لصاحبي. ماشي، هذا شيء طيب أيضا، بدل فتحت الصدقة لصاحبي شيء طيب. خذ ثمن الاكل تاكيلك له والحمد لله الباقي تصدق به. شيء طيب، فتوى حسنه. الله ينعم عليك يا مولانا. طب في حاجه ثانيه يا حبيب، الله يرضى عنك. الله يكرمك ويبارك فيك، تفضل. الله يكرمك. بالنسبه لموضوع البول، عندي تعبني جدا، كشفت اخذت علاج والبول بيحصل فيه نظام تنقيط، فانا ما بقدرش يعني. ده بصوره مستديمه؟ عفوا، صوره مستديمه ولا ايه بالضبط؟ على طول يعني انا ان دخلت الحمام والعشاء بتؤذن اقعد ثلث ساعه والبول ما ينقطع، بروح عليها صلاه العشاء بسبب البول، ماذا افعل؟ لذلك انت يعني انت الان مريض بمرض، اجري بسبب ذلك. انت مريض بمرض سلس البول، توضا وصلي ولا اثم عليك. هو بينقطع بعد ثلث ساعه تقريبا يا حبيبي. يعني تقريبا ينقطع البول. طيب ممكن ما تدخلش الحمام الا بعد ما تصلي؟ ممكن بس ببقى حاذق. مش مشكلة، اهون من نصلي بغير وضوء. او تتوضا او تدخل حمام قبل الصلاة بساعة مثلا. هي بس بتحصل في الطوارئ لو صحيت على اذان الفجر. والله يعني اتقي الله ما استطعت، ما استطعت. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. كيف حالك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله. يا مرحبا شيخ خلف. مرحبا يا سيدنا. كيف حال الشيخ سيد بيومي؟ بخير والله يا سيدنا، الحمد لله والله. ابلغه السلام. ماشي، يوصل يا فضيله الشيخ. في حديث راجعه كده يا شيخ خلف، الواصلون يصلهم الرحمن ولا ايه كده؟ في حديث كده ولا ممكن تراجعه؟ ماشي يا سيدي. لكن عندنا آية كده فيها الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، اقرأ تفسيرها، تفضل.